مرحلة التحضير لمونديال جنوب أفريقيا بسويسرا وبالتحديد بمركز كرون مونتانا. ورقة حول هذا المركز مع هشام سعدوتي. المنتخب الوطني وكغيره من كبار منتخبات العالم المتأهلة إلى مونديال جنوب أفريقيا يتأهب ويتحضر لدخول المنافسات قبل أيام معدودات، فبعد التحضير بمركز كوفرتشانو الإيطالي في مشوار التصفيات جاء الدور هذه المرة على مركز آخر، هو مركز كرومونتانا بأعلى سويسرا الساحرة وتحديدا بالفندق الكبير غولف إيبالاس. الفندق الذي احتفل بمئويته العام الماضي يتميز بموقع رائع وجمال أخاذ ويحتوي على كل متطلبات الراحة وبمواصفات عالمية عالية، هدوء خضرة وجو بارد، ولكن التحاق وفد المنتخب الوطني وأنصاره كسروا هدوءه الذي تحول إلى أجواء خاصة. الفندق وضع كله تحت تصرف الخضر بغرفه قاعاته أجنحته وكل مرافقه تحت تصرف أشبال الشيخ سعدان الذين دخلوا مرحلة الجد والعمل من أجل الجاهزية للمواعيد الكبيرة والهامة بعد موسم شاق ومتعب ومليء بالإصابات. كل الفندق وضع تحت تصرف المنتخب الجزائري، يشغلون حاليا كل الغرف بعددها 72، وبذلك الفندق محجوز للوفد الجزائري خصيصا، بالإضافة إلى المطعم واللحم الحلال وقاعة الصلاة وكل متطلبات الراحة والخدمة، وليحسوا أنهم في بيتهم دون نسيان الصونة الحمام وغير ذلك، وقاعة تقوية العضلات والعمل البدني بمساحة 600 متر مربع، واللاعبون سعدوا بهذا ومرتاحون كثيرا هنا. المركز ليس فقط قطبا سياحيا بل مركز تحضير رياضي أيضا وفي منتهى الروعة والمثالية وبكل مستلزمات التحضير البدني والتقني وحتى النفسي. وقد سبق الخضر إلى هذا المكان رئيس الجمهورية ذات يوم، والذي سيكون فعل خير على أبنائه من لاعبي المنتخب الوطني إن شاء الله.